علاوي شنو قصتك ويا حسين الغزال؟ حسين الغزال اي قصة؟ يعني اول شيء احنا خلينا نطلع على نطلع اي سوري مو انت قل لي قلت لك قل لي ترى قلبك لا ان شاء الله سلامات زين نطلع هذا الشارع العام ايوه نحاول انه نصعد الجسر و اوكي طبعا احنا نعرف انه حسين الغزال طبعا تحياتنا للفنان حسين الغزال اي نعم قبل كان يلتقي بنفس الاستوديو اللي يلتقي فيه علي بدر ها ذكرتها ايه حسوني شوف اولا خلا مو هاي الفتره احكي لكم اي عند الاصعد الجسر صح اي ونستدار ونرجع اوكي حسين الغزال اول شيء من كان طفل ما كان اسمه حسين يعني احنا ما كنا مسميه حسين اي كان اسمه نور يعني كانوا يسوقوا له هو اسمه حسين اسمه حسين لما كان صغير هو اجى ابوه من الناصريه جاب لنا اياه للاستوديو مال رواد قال انا كنت هناك يعني بالاستوديو ملحن الاستوديو فقال لي صاحب الاستوديو قال لي يابا الرجال اجى من الناصريه ابوه الحسين هو اللي جاب لنا اياه وهذا فشفته قاعد سلمت عليه الله يرحمه يجعل مثواه الجنه توفى ابو حسين زين انسان طيب جدا فقال لي يابا هذا امانه رقبتك قال لكم ديروا مالكم عليه هو يحب يغني واني تعرف هناك بالمحافظه ما عندنا دعم وما عندنا يعني اهتمام بالقضيه فانتم يومكم بغداد ممكن تساعدونه قلت له تدلل عمو خلي يمنه فظل يمنه احنا احتضناه تقريبا ايش قد كان عمره كان عمره يمكن انا ما اظن له 12 سنه هيك يعني كله 10 سنين ما اتذكر بس اي اظن من 10 الى 12 سنه من سمعته وهو بهالعمر فكرت بيوم من الايام انه راح يكون نجم حسين كان يغني هو طفل احلى من هسه هو كبير بعد احلى حسين يمتلك تكنيك بصوته مخيف يعني انا ابصم له حسين فنان ومن المطربين القليلين اللي بصراحه ماكو يقنعوني اذا يغني بالاستوديو او على المسرح هو اذا على المسرح يغني وانا قاعد اتونس دائما اقولهم حسين الغزال فنان ما يختلف عليه اثنين حاله حال فهد نوري محمد عبد الجبار اكو اسماء زيد الحبيب اكو اسماء يعني ما تقدر انت تطلع قاسم السلطان تقعدني باي سهره بيا قاسم السلطان تلقاني منطلق فحسين من جابه والده واحتضناه اختاروا له اسم فني للتسويق الاعمال برا كنا نسوق بالسعوديه وبالخليج بالكويت في بالتسعينات وبعمان هنا تنباع الاغاني فكنا نشتغل باسماء مستعاره يعني يسمون اسماء فنيه هم يسمون يقول لك سميه نور سميه كذا فسميناه نور ظلينا نسوق له انتاجاته هوايه بصراحه بوقتها بس كان انا اقول لك هو من كان صغير كان حرك وكح بس احنا عشقنا صوته ننساله كل شيء عرفت شلون حرك ما يقعد صوته يغفر له يعني صوته يغفر له بالضبط وطيوب انا احبه لانه هو طيوب وخدوم ف وبوقتها زعلت اني عيطت علي وكذا لان ضوجني فزعل حسين شويه عنده عزه نفس قام شال هدوم ولمهن وانا اروح على الناصريه وهيك من اهلكم انتوا هيك هذا قام يفشر علي يغلط يسب فابو دريد ابو الرواد يعني صاحب الاستوديو قال لي حالي صدق كذي خليت عقلك ويا الطفل قلت له ضوجني يا عمو يعني هوايه لحواني اشتغل هذا كم شغله هو يلح كان يقول لي دقم صالح قشمره قلت له دي الله يسامحك قوم له فقمت صالحته واشتريت له فلافل بس هو تقشمر بسرعه بدون القلب انا حسوني حبيبي هذا اموت عليه تحياتنا طبعا مره ثانيه للفنان حسين الغزال